السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على بالماضي يصنع الحدث وبعض رموز الثمانينات، وين حولت الكان إلى أحزان بالنسبة للجزائريين، وعبرت الجماهير الجزائرية عن استيائها مما أسمته التحاليل المرتزقة والتعاليق المستفزة التي بادرت من بعض اللاعبين القدامى، وخاصة بعض المحسوبين على الجيل الثمانينات، وهو الأمر الذي جعل بعض هذه الأسماء التي سجلت حضورها في البلاطوات والمنابر الإعلامية تحول حسب بعض بعض منهم إلى وإن نكهة الكان إلى أحزان. يحدث هذا على الرغم من تحقيق المنتخب الوطني الجزائري التأهل مميز، وهو أول مرة من نوعه منذ عدة سنوات. كيفاش حنا ربحنا نهار كينيا هما زعفانين، ما بوركو ما قالوا رانا فرحانين، ربحنا كونت السينيغال زعفانين. شناهم قاسي سعيد كويسي بالشيخ يديروا في التحاليل تاعهم، على بالكم باللي بالشيخ نسى روحو هو وكويسي، شو اللي يقولوا ولا يقولوا كو لعبوا كو السينيغال، ركزت على عطال كانت رايحه تضربنا بكف. هاودي انا هاو قلتوا عطال مليح، لا هاو لا تنساو، على بالك يحطوا تلمود ما يبغوا لا عطال لا والو، هما غير هكا يلبوها يبغوا عطال. كيما نهار لي بالشيخ ولا يقول له ادم الناس دروك علاه علاه الناس هم يكثروا في الهضره على بلايلي 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 بلايلي، في طوين نسوا على ادم الناس وابراهيم. هذا ما كان ماشي قضيه، يبغوا بلايلي، والله ما يبغوا بلايلي، والله ما يبغوه، وبلايلي كثر خير بالناصر اللي راه مسهل عليه الامور. اي نعرفوا بالون، نعرفوا بولا، واللي تغلطونا واللي تعزمونا باللي ما نعرفوش، ولا تعزموا باللي رانا جايين طايحين مع النو، ولا اي باينه اللي باغي يشوف اللي يعرف يحلل المقابلات، حلل غير روحك بلا ما تقارع الواحد اخر يقول لك، روح شوف اتفرج ربع ساعه بريمير ميتور، ربع ساعه دوزيام، شوف بالناصر كيفاش مسهل الامور لبلايلي. ديروا شيته مع بلايلي ولا بالخماسه مع بلايلي وقول لهم يبانوا، لعبوا نهار تونس لعب بالخماسه ولعب بلايلي بان، ها ندخلكم لي بيريزانكم، ما كاش لي يجي غلطني ولا انا نعرف كرة القدم، نعرف كرة القدم. لم تفهم، وين نعاود نقولوا، لم تفهم الجماهير الجزائريه الطريقة التي يتعامل بها بعض اللاعبين الدوليين السابقين مع الإنجاز الذي حققته عناصر الوطنية لحد الآن في نهاية كأس أمم إفريقيا، ورغم أن تصريحات البعض منهم تصنف في خانة وين زعما كيما بالشيخ، حنا ما نديرو بالشيخ، ما نحوسوش عليه، حنا منطقية، وين كاين اللي كيما بالشيخ ولا جماعة وخد آخرين اللي نعرفوهم ما كانتش منطقية، وكانت ناس كاللي كان عندهم حلوا المقابلة كما يقول لك كانت منطقية وواقعية، خصوصا أن الخضر يسعون إلى رد الاعتبار في النسخة هذا العام، ومن باب محو المهازل تاع ماجر وشدنا كيفاش زاتشي وكلش، من لا إله إلا الله معمين جبت زاتشي أنا تكذبني واحد، إلى أن التحاليل بعض الوجوه الكروية السابقة صنفت في خانة المستفزين وغير مبررة، بحكم أن بعض من نجوم الثمانينات لم يتوانوا في إصدار الحكم. يفهم منه من شنو كيفاش هاد الناس، وين ما عطاوش باللي كاين روح وطنيه، ولا راهم خدش عليه. كون نبقاو نشوفوا المغرب برومي ماتش شناهم قطعوا فيهم المحللين تاعهم، يا ودي نروحوا لصاحب هما يبغوا صلاح، شنا صلاح ما لعبش برومي ماتش، ما لعبش ما كاش كاع خرج جانب،
المصريين هدروا في صلاح ما جبتوش كاع لصح، قال لك اودي راه جاي عيان، قال لك راه جاي عيان. هذو هنا يربحنا مي تشوف في وجوههم ما يخبروكش، هي لازم ما تكون سامع بالسكور، دير ديريكت الهداف تشوفي بالشيخ تحسب بلي خسرنا، تحسب لي كيم ناسيونال خسر، تقول بلي بالشيخ راهي غايضات وخسارة، تحسب بلي راهي غايضات وخسارة. ويجناهم ربحوا، قالك امام فريق ضعيف وين قللوا من الفوز امام كينيا والسنغال وحولوا افراح الكان الى احزان، ومن جوانب التي اثارت استغراب الكثير من الجمهور الجزائري والمتتبعين تصريحات بعض المحللين البلاطوات من اسماء محسوبه على الجيل الثمانين حين حولوا الكان الى مأتم واحزان، حدث هذا رغم النتائج الايجابيه التي حققها الخضر الى حد الان، حيث ان احدهم وهو في عزه نشوه الفوز في مباراه افتتاح امام كينيا راح يتحدث عن متاعب الخضر في اعماق افريقيا وحكايه الكاسكروطات، وين تكلم على الكاسكروطات وين شنا كيفاش حتى نهار الاول وين جا عصاب نهار اللي قال لهم الفريق الوطني ما قنعنيش هدرها، ومن بعد عاود دار والشعب الخاف يقول لك اوه عصاد هدر، بصح شوف علاش هدر، وين حنايا لعبنا مقابله كونت كينيا ربحنا في طول يهضروا على التحاليل كيفاش لعبنا كيفاش منا جمال راحوا بالشيخ يجبد على الكاسكروطات في انا كنا نروحوا يعطونا ستيكا، والاخر بالشيخ عصاد قال لهم بعنا في الكاتربا، لا ما فهمناش، انا واحد من الناس من ما فهمناكمش، وجوههم مكشرين مشي باغيين تشوف ليا كيسمو موسى صايب جاي تقول عظينه تقول عضوك تقول مصاصين ديما عضوك، والله ما فهمنا. وين شنا الشيخ عصاب وين راح، واحد يهدر على الكاسكروطات في لافريك، واحد يهدر باللي هذاك تاع تعليق قالوا له شكون انت وين تعلمت البالو في ثنيه الحد وتيرت نورمالمون كوشكات غير تيرت صح ثنيه الحد صح كوشكات غير تيرت، قال لهم لا ما جبتش كاع. وين شناهم كيفاش هاد الناس وين راه يتحدثون عن المونديال والالعاب الاولمبيه وكان الامور الامر يتعلق بحصه مقارنات، في الوقت كان من مفترض أن يتم التطرق إلى المشوار والمسار الخضر في الكان وفق مبادئ إيجابيات وسلبيات ومن منطق ما له وما عليه حتى نعطوه تحاليل الآراء وتساهم في التفعيل، تعطي كما نقولوا حنايا يمدوا نصيحة. جمال بالماضي كون صعبهم على بالك بلي غوارديولا قال لهم انا قال لهم مين حب مين تكمل البارتيه نروح عند ناس نقاد تاع كره قدم ندير تري، قال لهم نشعل التلفاز ونستغل على الاخطاء تاعي، بصح يعرف بلي غادي يعطوه نصائح. كيسموه هذاك تاع الالمان تاع اللي كان قاعد بايرن ميونخ، قال لهم مين تكمل البارتيه نروح نشعل التلفاز ونستغل الناس اللي يديروا طابلون دور ويهضروا باش نعرف النقائص تاعي وين راهم. حنا جاما بالماضي شا يشوف شا يشوف قولنا شا يشوف شا يشوف شا يشوف يشعل كيما يسيب واحد يقول له حنايا عطينا الماتش دو في الكاتروبا، واحد يقول له ستيكا، واحد يقول له ما كاش كاع. واذا كان وين شنا كيفاش هاد الوجوه الكرويه المحسوبه على جيل 80 لا يزال يوصف على انه الجيل الذهبي بلغة كرة، والأرقام قد تحلت هذا تحلل هذا الفريق وين يسمحونا الجيل تاع الكاتر تاع 80 يسمحونا، كاين لاعبين والله لا يسمحونا، واحد كيما بنصاولة دخلوا مع هذا، واحد كيما بنصاولة دخلوا مع هذا، والله عيب على بالك بلي راني نهدر كي نقول هذا الجيل كاع ماشي الجيل تاع الكاتر، نفكر بنصاولة والله العظيم تفكر دريد، تفكر منصوري مارو كريم قريشي، تفكر دحلب، نتفكر نحشمو والله لا بنادم لا ولا يحشم كي نجبدو هادو، والله لا نحشمو برحمة الوالدي الناس هادو ربي ما يديروش تاع الجيل الثمانينات، خاطش علاه ام كاينين ناس
نزهاء ناس نقيين كانوا معاهم وجبدوا راهم ساكتين. واحد كيما تاج بن صوله ولا دحلب ولا منصوري ولا كريم ماروك ولا قريش، لا اله الا الله ودعم، هذو شباب يدير لهم والفوا الماكله كيما والفوا ياكلوا، يدخلوا يديهم في المجاري في الزيقو ويجبدوا ياكلوا نورمال. تحيه الجزائر، ربي يحفظكم، ونهدوها لتاج بن صوله صحيت.